لزيارة مشروع ريادي كبير اللي هو من مشاريع العتبة العباسية. والعتبة العباسية معروفة يعني على نطاق واسع بمشاريعها الريادية الكبيرة. اللي لاحظناه أنه من الأبنية والمختبرات الراقية جدا اللي يعني كل الأساتذة يتمنون أن يكون كل الجامعات تصل لهذا المستوى، فتحتوي على قاعات دراسية يعني مؤثثة ومميزة ويعني حاوية على تقنيات حديثة اللي هي تحاكي التقنيات الموجودة في العالم. فأمنياتنا يعني أنه جامعة الكفيل تكون هي قدوة لباقي الجامعات اللي العراقية كلها سواء الأهلية أو الحكومية، ونتمنى للعتبة العباسية كل التقدم والرقي لتكون يعني من المشاريع العالمية. والله بما أنه أنا واقفة بوحدة من قاعات كلية الطب التابعة لجامعة الكفيل، أتمنى أن أكون طالبة مرحلة أولى بهذه القاعة، وأتمنيت أنه يعني أسمع محاضرة في هذه القاعة، فيعني أتمنى لهم كل خير يعني ويستاهلون طلابنا. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.